سيب لي الجهاز واحدة شمالي وشيل الرايش، يا إما تركن الرايش ده للآخر بنفس المقاس وهات لي واحدة نفس المقاس. روماني عامل سابق في مصنع أغلق أبوابه بسبب كورونا، اضطر لتحويل منزله إلى مشغل صغير يعمل فيه بمساعدة ابنه. روماني استطاع الحصول على قرض بنكي لشراء آلة خياطة، وحصل على ثمن القماش كدعم مادي من مؤسسة وقفية المعادي بهدف فتح باب رزق جديد. ابتديت أن أنا أشتغل حتى على الأقل أجيب قسط المكن أو قسط القرض اللي أنا كنت واخد بيه من المكن، بشتغل بيه اي حاجه بقى عشان على الاقل مش عايز حد يخبط على باب شقتي ويقول لي انا عايز فلوس القسط او عايز فلوس الكارت. ده اللي انا عملته، ان انا اشتغل اي حاجه، اشتغل اي حاجه، مفروشات، اي حاجه، مش فارقه معايا، المهم ان انا اشتغل واجيب لقمه عيشي، والمهم ان انا اشتغل وما اخليش عيالي محتاجين اي حاجه. بدل الملابس اليومين دول ما فيش حد بيشتري، ما فيش حد بيبيع، فقلت اتجه لاي اتجاه تاني اشوف ايه اللي ماشي اجيب بيه، اجيب اللي ينفع على المكان عندي واشتغل بيه. امام الازمات الماديه التي سببتها جائحه كورونا خاصه لدى العماله غير المنتظمه، يصر البعض على استكمال حياتهم والبحث عن مصادر رزق بديله حتى ولو بشكل مختلف عما اعتادوا عليه سابقا. هؤلاء السيدات أيضاً قصدنا مقر مؤسسة وقفية المعادي في مسعى للحصول على دعم مادي لإقامة مشاريع انطلاقاً من منازلهن. هذه المؤسسة الخيرية تشترط أن يكون لدى طالب الدعم خبرة في مجال المشروع المقرر إقامته من المنزل ما يضمن نجاحه. جالنا طلبات كتيرة قوي من ناس عايزة مثلاً تعمل صابون ومنظفات، في ناس كانت عايز تعمل أفران فرن عيش وتعمل عيش من البيت، وعلشان كده احنا عملنا زي تحدي ان احنا نطلب من الناس المهتمية ان هي تستثمر معانا في ان هي تعمل مشاريع للناس تخليها تقف على رجليها، وتكون دي تعتبر استثمار، لان هي بتستثمر في انسان، في بناء انسان او أسرة، ان هي من بيتها تقدر تشتغل بكرامة. ومن جهتها قامت السلطات المصرية بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا تقدر بنحو 30 دولاراً للشخص الواحد، وسط شكاوى من عدم تناسبها مع تداعيات الأزمة الاقتصادية. دميانة سعد، الحرة، القاهرة.